دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. إخوتي، الكتاب المقدس لا يخدعنا مطلقا، فهو لا يخطئ أبدا، ويقول إن الله يقودنا دائما إلى النصر. لذا إن كنت متشائما قل: يا رب اغفر لي، فالشيطان يقودني. عليك أن تكون إيجابيا دائما، وإلا فأنت تسير مثل شعب إسرائيل قديما عندما صدقوا الجواسيس العشرة الذين قالوا لهم: لا يمكنكم دخول أرض الميعاد. سمح الرب لأن يشعروا بالحزن حقا لأنهم لم يثقوا بكلمة الله عندما قال لهم: ستزرعون في أرض كنعان، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. وبسبب هذا العصيان ساروا في الصحراء لمدة 40 عاما عندما كانوا على وشك الدخول إلى الأرض والسيطرة عليها. ونحن لا يمكن بكل الوسائل أن نسمح للشيطان أن يضع عارا علينا، لأن الله قال أنه سوف يقودنا في موكب نصرته. هذه هي الحقيقة اليوم. الله يريد أن يباركنا لأننا شعبه وغنم مرعاه. نحن نعلم أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء بأنفسنا، فالأغنام ليس لديها ذكاء معين ولا قوة. الخراف لا تبني المنازل لم يفعلوا ذلك، إنهم لا يطحنون الدقيق، ليس لديهم إمكانية صنع الخبز. الأغنام تأكل كل شيء بدون طهين، يذهبون فقط إلى المراعي لتناول الطعام. أما إلهنا فهو الرب خالق السماء والأرض، يقول: ستكون لديك القدرة هذا اليوم إن آمنت باسم يسوع. تحدثنا عن إنجيل يوحنا الإصحاح السادس العدد 57 حيث قال الرب يسوع، وهذا الكلام عميق جدا: عليك أن تحصل على الكلمة وتأكلها، تهضمها وتنضرها لتخرج منها القوة الروحية. إنه الغذاء الذي تحتاجه أرواحنا، لأنه من المستحيل أن يكذب الله ولا يفي بكلمته حاشا. إن كنا نستمع إلى الأشياء التي تقولها الناس في هذا العالم، الأمور السلبية وحديث المهزومين الذين يظنون أن المسيح يسوع لا قوة له البتة في يومنا، لكنه حقا هو من يعطي النصر. فالعقائد الدينية لا تنفع بشيء ولا تعطي القدرة، وإنما الله الحي خالق السماء والأرض هو الذي يباركنا باسم يسوع. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. أرسل الله يسوع المسيح ليأتي لنا بهذا الإعلان، ليجلب الحق والنعمة في مكاننا الهزيمة والموت وكل قوى الجحيم. الشيطان قد فعل ذلك، واليوم هو مهزوم، وكل ما كان يفعله سابقا لا يمكنه القيام به بعد الآن، لأننا تركنا مملكته، والآن نحن في ملكوت الرب يسوع. وبما أن الآب في يسوع، لا يمكن لأحد أن يعيق عمله أبدا. لقد أعلن أن الآب يحيى فيه، العدد 57، وأنا حي بالآب. وهذا يعني أن يسوع كما تعلمون لم يكن منفصلا عن الآب، بل واحد به. فمن يأكلني فهو يحيى بي، إنه كلمة الله، ما يقوله الله تماما. علينا أن نأكل جسده ونشرب دمه، وهكذا نعيش أيضا فيه. بهذه الطريقة سننتصر. العدد 53، لقد شرحته بالفعل هنا أيضا. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. أن نأكل الجسد هو أن نفهم الكلمة ونتذكرها، تغذى بها واهضمها في قلبك يوما بعد يوم حتى يأتي الإيمان القوي لحياتك. وعندما يأتي الإيمان، إخوتي، إنه جزء من الله في حياتكم. في تلك اللحظة من مسحة الإيمان أقول لكم، تتصرفون مثل الله. كلما تحدده في اسم يسوع الذي يحيى للآب، سوف تفعل نفس ذلك العمل. أقول للشخص الذي لا يأتي إلى الكنيسة إلا مرة كل حين: آمن أن الله يريد أن يباركك. إخوتي، هذا هو الإيمان. عندما تفهم الكلمة وتنال البركة من خلالها، يتحدث لك الرب يسوع هنا بوضوح، إنه يقصدك. العدد 53،
فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه أنت لا تستطيع، ومن غير الممكن أن تتذمر على الله: إلهي أنت لا تنعم علي، بينما أنك لم تبدأ الأكل من الكلمة. عندما تفعل ذلك سيأتي الإيمان إلى قلبك، والإيمان يعطيك القوة في حل مشاكلك. وحتى ذلك الحين لديك مشكلة، مع الإيمان يأتي الحل. ويقول بكل وضوح هنا: فليس لكم حياة فيكم، سوف لا يكون لديكم حياة أبدا إن لم تأكلوا من الكلمة. هذا هو الإيمان وهذه هي الحياة. عندما تهضم ما يقوله لك تفهم كلمة الله، ثم يحل الإيمان في حياتك وتأتي الحياة إليك، وتلك هي القوة. وعندها تقول كلمة واحدة فقط: أنتهر كل عمل شيطاني على زوجي أو زوجتي أو ابني أو ابنتي. يتحقق العمل: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يتلقى الشخص الإيمان. لماذا؟ لأنه الآن شخص ينتمي لله، وهذا الشخص لديه الحياة الأبدية. هذا الإنسان لا يعرف الخوف في اليوم الأخير، وسيدخل السعادة الأبدية. وماذا الآن؟ من يأكل جسدي إنه غذاء الروح أيها الأخوة، ويشرب دمي. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. يا للعظمة. يقول أيضا: إن ثبتتم في وثابت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم، لك المجد يا رب. ويقول أيضا هنا في العددين 55 و56: لنقرأ أيضا بروح الصلاة، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. مكتوب في الكتاب المقدس هذا أيها الأخوة. دعونا نكون واضحين الآن، أن تقف محتجاً أمام الله: يا إلهي يا إلهي. قد يكون ذلك جميلاً، لكنه ليس الحل. قد تقف طويلاً وتصرخ لله، تصيح عالياً، لا ينفعك بشيء أيضاً. ليس المهم أن تنحني على ركبتيك تقدم ذبيحة، ليس الأمر هكذا، ولكن أن تتناول من جسد الرب وتشرب دمه، تقبل الكلمة وتحيا بها، يكون لديك الحياة. لم يقل: إذا كنت تقضي الليالي في الصلاة سيمنحك البركة، وإن كنت تصرخ لله مرات عديدة، بل عندما تفهم الكلمة تنال الإيمان والمسحة وتفتح لك الأبواب. والآن دعونا نذهب إلى دراما الحياة الحقيقية. كان لدي التهاب مفاصل شديد جدا، واعتدت على استخدام كرسي متحرك أو المشي بدعم من شخص آخر، وفقدت حركة يدي ورجلي. دكتور سوارس: لا يمكنها أن تتحرك، وكان علي أن أفعل كل شيء أقوم بتحميمها. بدأت منذ 15 عاما. ذهبت إلى الطبيب معها لمعرفة المزيد عن الأمراض التي لم أكن قد سمعت عنها أبدا، عن فقدان الحركة. ثم سألت ما هو، وقال إنها البكتيريا التي وجدت في جسدها لتدمير جميع الأجسام المضادة لها حتى وفاتها. إذا كنت تؤمنين في الله اسألي الله، لأن الطبيب يقول إن المخدرات وحدها هي التي تنفعها. في الواقع كانت ماريا تتناول 31 حبة دواء بشكل متواصل كل أسبوع، لكن أحد الأطباء دعاها دعوة خاصة لتكون كفيلة لبرنامج الإيمان. بدأت أعتني بصحتي، ولمس الله قلبي بشدة لأكون كفيلة من أجل صحتي. كنت أحضر بالفعل لكنيسة نعمة الله، ثم اتصلت بالقس وقلت أرغب في كنيسة قريبة من بيتي ليساعدني لأتمكن من التحدث عن مرض والدتي. القس وزوجته كانا بركة حقيقية لي. تحدثت معها عن محبة يسوع، وكان يسوع أكثر من ذلك بكثير في حياتها. كلمات القس لمستني حقا، وشعرت أني سعيدة جدا جدا. قلت لها: الدكتور سواريس سيكون في كوريتشيبا، ستساعدين جدا بلقائه.
شاركت ماريا في الخدمة التي قادها الدكتور سواريز في 19 من تموز عام 2013. من ماذا شفيتي؟ كنت أعاني من الروماتيزم والتهاب الأوتار والمفاصل. واو، لديك العديد من المشاكل الصحية. عانيت كثيرا من الأمراض، لم تكن صحة. ما الذي لا يمكنك فعله؟ لم أستطع فعل هكذا، وإذا أمسكت بشيء لا أستطيع حمله. لا تستطيع مسك شيء؟ لا لا، ولا حتى نصف كيلو غرام؟ ولا حتى نصف كيلو. ارفعي هذا، انظروا إليها، إنها ترفعه. يمكنك فعل ذلك. مجداً للرب، مجداً للرب يا أبي، مجداً لك. شكراً لك. مجداً لك. لقد شفيت، سأرحل بعد أن شفيت. شفيت الآن؟ نعم. انحني الآن وفعلي ما لم تفعله سابقاً. والآن؟ الآن أستطيع فعل ذلك. أعطني العكاز من فضلك. كان علي المشي هكذا والاعتماد على ذراع ابنتي. امشي معه كأنه ابنك. كيف كان هذا؟ شعرت بالألم في جسدي عندما عدت إلى المنزل، وبسبب ذلك تركت المشي، وقال لي: أنت جندية يسوع، امشي. ابدأي هذا الآن، سيري كجندية يسوع. انظروا ما أجمل هذا. إلهنا رائع. تحررت ماريا من كل شرور. اليوم لا تأخذ أي دواء. اليوم لقد شفيت، اليوم لا مشاكل لدي. يمكنها فعل الأشياء التي لم تفعلها من قبل، ترفع ذراعيها، تستحم بنفسها، تذهب إلى أماكن بنفسها. أنا أصعد الدرج بنفسي وأنظف المنزل، أذهب إلى البروفة بدون مساعدة أحد، وعندما أمشي لا أشعر بأي ألم، أمشي بشكل جيد جدا. شكرا للرب. أكمل الله عمله في حياتها وفي صحتها. نعم أيها الأخوة، إنه إله مدهش. انظروا، أنا أمدح هذا الإله، أسبحه. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. أولئك الذين لا يأكلون من جسده لن يثبت فيهم، إنه شخص فارغ. والآن دعونا ننتقل معا إلى السؤال والجواب. دكتور سوارز، كيف يمكن للشخص أن يوقف عادة الغيرة؟ حسناً، يتوقف الشخص عن الغيرة والكذب بنفس الطريقة، كذلك السرطان، باستخدام الإيمان بيسوع المسيح. هكذا ينقذ الناس حياتهم. يقول الطبيب: إذا أصيب الشخص بالانتكاسة تصبح أموره أسوأ. قدمت السيدة شهادتها، سمعت الكلمة وآمنت، والآن تحيا للرب. إلى السؤال الثاني: هل هناك زيجات تؤدي بأحد الزوجين للخيانة؟ في كل الأحوال، الكذب، الخيانة، عدم الإيمان، الشر، كلها من أعمال الشيطان. علينا أن ننظر إلى الكلمة ونتغذى بها، عندها يمكن أن تكون لدينا القدرة أن نوبخ كل عمل رديء. والآن سوف نقرأ من سفر التكوين الإصحاح 39. أعلم هذه الأيام ما حدث مع يوسف في مصر في مدرسة الله. في بعض الأحيان قد تحدث لنا أمور محزنة، بعض الأشياء لا ترضينا، ولكن هذا جزء من التدريب لدينا. حدث مع يوسف كل شيء تقريبا، والله باركه. كان مع إخوته ورثة للموعد، لكنهم غاروا منه وباعوه للإسماعيليين. وعندما وصل إلى مصر وضعوا كل العبيد في الساحة، حيث تم بيع يوسف لفوطيفار خصي الملك. وهذا الخصي ما نسميه اليوم برئيس مجلس النواب في المدينة، هو من يدير الأمور. كان رجلاً هاماً حقاً. ويوسف الذي كتب عنه هنا في الكتاب المقدس، دعونا نتابع ما كتب في سفر التكوين الإصحاح 39 العدد الثاني حتى نهاية العدد السادس. دعونا نتابع قليلاً ما ورد في كلمة الله. إذا سنقرأ من سفر التكوين الإصحاح 39 ابتداء من العدد الثاني. وكان الرب مع يوسف، فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده
بيده كل ما كان له، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر، وكان الأكثر وسامة حديثه الروحي. بعد ذلك كان هناك حادث عندما أرادت زوجة فوطيفار أن يكون لها علاقة مع يوسف، لكنه رفض واتهمته واخترعت قصة. انتهى به الأمر في السجن، لكنه لم يتذمر وبقي هناك، وباركه الله أيضا في السجن حيث أصبح أحد المسؤولين هناك، مدرسة الله. في أحد الأيام وهو ينظر وإذا اثنين غاضبين سألهما يوسف: ما الذي يحدث معكم؟ كان مهتما أن يريح الناس. بعض المدراء لا يهتمون بذلك، وبعض الزملاء أيضا لا يهتمون لراحة زملائهم. هناك أقارب لا تبالي براحة الآخرين في الأسرة. بعضهم ينتظر هؤلاء الناس كي يفارقوا الحياة لتصبح المرأة أرملة، حيث يمكنها أن تتزوج مرة أخرى، أليس كذلك؟ ربما هذه المرة سأكون سعيدا. لا تفعل هذا، سر في طريق الله وابتعد عن خداع الشيطان. كان يوسف مهتما بالناس، وقد شاهد حلما حيث فسر يوسف كل شيء، فقال لكبير الخدم: لدي أخبار جيدة لك، في 3 أيام سيعفو عنك فرعون ويعيدك إلى وظيفتك، أنت على وشك مغادرة السجن. وقال الخباز حلمة: والأخبار لك سيئة، إنه ذاهب لقتلك وشنقك على شجرة، ستموت. وهذا ما حدث بالضبط كما قال يوسف. وقال للساقي: اذكرني عندما يكون فرعون على ما يرام معك، يرجى إظهار العطف علي، اذكرني أمام فرعون وأخرجني من هذا السجن. لكن الساقي لم يفعل. لا أعرف هذا الشر، وأحيانا أشعر بالحزن تجاه شخص يتجاهلني، لا يصلي من أجلي، ولكن ربما هذا جزء من التدريب الإلهي. بقي يوسف 2 آخرين بالسجن ولم يكن في مزاج سيء، رجل الله لا يفعل ذلك. ثم كان حلما لفرعون وكان يائسا، لم يقدر أحد من تفسيره. ثم ذكر الساقي لفرعون أنه مدين بشيء لرجل بسبب كذا وكذا، ما حدث؟ فقال: عد إليه وادعوه. حصل يوسف الآن على شهادة. إخوتي، حصل اليوم على شهادة بالإيمان، والأبواب قد فتحت. من الضروري أن نخدم الله حقا، من الضروري أن نسمح لروح الله أن يرشدنا. وصل يوسف لتفسير الحلم. أنت تعلم ماذا فعل فرعون. أصبح يوسف رئيسا للوزراء والثاني في المملكة، وهكذا وضع يوسف خطة لبناء مخازن كبرى ملأها خلال السنوات 7 التي ترمز لها البقرات السمان، وقال أنه يجب أن يكون هناك محصول في كل مصر يكفي 7 سنوات العجاف التي رمزت لها البقرات الضعيفة. وأعد يوسف لذلك، وسمع يعقوب الذي يعيش في أرض كنعان الذين كانوا يتضورون جوعا هناك أنه يوجد قمح في مصر، وطلب من إخوة يوسف الذهاب إلى ذلك المكان، ولكن كما تعلمون لم يتعرفوا إليه، وابتاع يوسف القمح لهم لكنه أعاد المال إليهم وهم لم يفهموا ما يجري. ثم قدم يوسف نفسه إليهم وقد أدهشهم حقا: لن أخطئ إليكم. كان يمتلك إنسانية حسنة، وهكذا فتح الله بابا عظيما. تم إعداد يوسف وأصبح أكبر سلطان في مصر بعد فرعون. أنا لا أعلم ماذا يخبئه الله لي، ولا أعرف ماذا يذخره لك أيضا، لكنني أعلم أن لديه أشياء جيدة لنا جميعا. وإذا ما تخليت عن مهمتك، الله سيتولى تنفيذ كلمته. عندما قدم نفسه لإخوته، إنه هنا، قال بعض الشيء ببساطة في كلمة الله. سفر التكوين الإصحاح 45 2:4-5: فقال يوسف لإخوته: تقدموا إلي. فتقدموا
فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. ما هو الشيء الهام للناس؟ يا للنبل الذي كان عند يوسف، ليس فقط كلاما ولكن أكثر من ذلك بكثير، إنه نبل الإيمان. لقد فهم أن ذاك كان من أجل هذه الأزمة. كل شيء يذهب من خلال المواقف التي كنا لا نتوقعها. إن كنت غاضبا لا تغضب البتة، وإذا كنت في هذه اللحظة بوضع صعب وتفتقر لكل شيء، ربما حتى للطعام، كثيرا ما نقف مكتوفي الأيدي في كلمة الله. وسوف يأتي اليوم الذي سوف يظهر لك في كلمته: لا تهرب من الله، لله مقاصد جمة، لا تبتعد عن بيت الله وعن كلمته المقدسة. لنقرأ ثانية ابتداء من العدد الخامس: والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم، لأن للجوع في الأرض الآن سنتين وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة الله. وحتى خلاصنا كان في خطر، لأنه من نسل يعقوب يجب أن يأتي المخلص، وجاء كل من مريم ويوسف من قبيلة يهوذا من حيث جاء الملك داود. وأنا لا أعرف لماذا فعل الله ذلك، أنقذني عندما كان عمري 6 سنوات، شكرا لك يا رب يسوع. ولكن 6 سنوات صبي بهذا العمر لا يدرك. أنا تماما فهمت كل شيء، ومنذ تلك الليلة التي قبلت فيها الرب يسوع لم أتخلى عنه أبدا. لا أعرف لماذا نواجه أحيانا عدم امتنان، إنها مدرستنا، ويجب أن نقف بقوة وحزم، لأن الله لديه أشياء أكثر أهمية. الضعيف لن يبقى، يسقط في ممارسة الدعارة مثلا، لكن يوسف وقف بثبات وبقوة وأعلن أنه قديس الله، وكان يخدم إلهنا، وفطفار رأى ذلك. لنتابع الكلمة: فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيداً لكل بيته ومتسلطاً على كل أرض مصر. لقد أصبح سيداً على بيت فرعون وبقي بأيدي نظيفة. اتهم زوراً وذهب إلى السجن، حيث تعلم إدارة البلاد هناك، وبطريقة ما سيداً على العالم بأسره، لأن الجميع ذهب إلى مصر لشراء القمح. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله. لم يكذب البتة، كان على يقين أن الله خطط لحياته. أيها الأخوة، في محاولة للتعلم، إن كنت صغيرا جدا أو شخص مسن، لا يهم ما هي خطتك بالنسبة لي، أريد خدمتك. عندما تأتي مقترحات سيئة يقول لك: لا أريد هذا، أريدك أن تقف بقوة وثبات في كلمة الله. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلني الله سيدا لكل مصر، انزل إلي، لا تقف، فتسكن في أرض جاسانة وتكون قريبا مني، أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، وأعولك هناك، لأنه يكون أيضاً 5 سنين جوعاً. إخوتي، الله يقوينا عندما نأكل جسده ونشرب دمه، بحيث لا نعاني من الفقر الروحي الذي هو الأسوأ من ذلك كله. أما عندما يكون الشخص متديناً فقط، ملتزماً بعقائد دينية، مع أن أولئك الناس أوفياء لالتزاماتهم الدينية، يؤكدون أنهم ولدوا في هذه الديانة وسيموتون فيها، لكنهم لا يفهمون ما يقررونه. الله لا يريد لهذا أن يحدث. الله يريد لكل واحد منا أن ينجح. هذا هو ما تعطينا إياه هذه الكلمة اليوم.
وسأقوله لكم، يسوع قادر على توفيره لنا، وأعولك هناك لأنه يكون أيضا 5 سنين جوعا لئلا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك، وهو ذا عيونكم ترى وعينا أخي بنيامين، أن فمي هو الذي يكلمكم وتخبرون أبي بكل مجد في مصر وبكل ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه. ما أجمل لما الشمل. كان أبناء راحيل. عندما ولدت بنيامين ماتت راحيل، كانت عاقرا. في يوم من الأيام جاءت إلى يعقوب وقالت: إذا كنت لا تعطي لي طفلا سأموت. وجادل معها لأنه يحبها كثيرا، لكن الله فاتح رحمها وأعطاها الابن الأول. ولكن في الولادة الثانية لم يكن لديها قوة فماتت، وكان هذا الأخ الأصغر عزيزا على والده. وقال يعقوب: أنا لن أرسل الصغيرة، لأنه إذا حدث له شيئا ما لن أكون قادرا على تحمله. ولكن أيها الأخوة، حدث شيء جميل. هذا هو ما يريده الله في نهاية القصة. أنت تعرف ماذا يقول الله لك: كن أمينا إلى الموت وأنا سوف أعطيك إكليل الحياة. هذا هو التاج أيها الأخوة. لله خطة عظيمة في حياتنا، سنذهب لنكون معه للأبد وسيكافئنا. دعونا نصلي. أبانا، أشكرك من كل قلبي. أعتقد أن اليوم النهاية، ولكن قد تكون لديك طرقا أخرى لتعطيني. هذا هو الموضوع من مدرسة الله. أبانا، كم مرة نقف ونحن غاضبين، نفكر ولا نجد حلا، لكن يا إلهي أنت معنا ونحن بك سنغلب. انظر يا إلهي لجميع هؤلاء المصلين الآن الذين غاضبوا واضطربوا، بعضهم بانتظار الطلاق الذي أمروا به. أبانا، هذا الشخص الذي أتوقع أن يفعل شيئاً، الذي اعتقد أن الأمر ليس صحيحاً الذي أمر به، إلهي أؤمر بشيء آخر. أشكرك يا إلهي لأنك قلت هذا هو ابني الحبيب، له اسمعوا. نريد الجميع أن يستمع إلى يسوع. أعلن بركة لهذا الشخص الذي يصلي معي الآن، وأقول لجميع الشرور ارحلوا بعيداً عن حياته في اسم يسوع. آمين.